السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة في المرحلة الثالثة، تحديدا قرية الشهداء في مزرعة الحاج سامي مقلب. المحصول بتاعنا برتقان صيف. احنا النهاردة جايين نصور حالة من الحالات النادرة في السوق المصري. الحالة دي عبارة عن ايه؟ عن انتاجية عالية تكلفة متوسطة. طب تمت ازاي؟ تمت ببرنامج مظبوط، الرش والتسميد في ميعاده، نمرة 2 تنفيذ البرنامج، ونحط تحت النقطة دي 100 خط لأن تنفيذ البرنامج من أهم عوامل نجاح البرنامج. نمرة 3 منتج محترم من شركة محترمة يقدم لنا الدور اللي احنا عايزينه وبسعر يكون مناسب للسوق المصري. احنا النهارده في المزرعة بفضل الله قدرنا نوصل لإنتاجية تكاد تكون أفضل من إنتاجية المزارع الكبيرة، ومش هنسمي أسماء. تمام؟ ده يرجع لإيه؟ يرجع لبرنامج محترم ومنتج محترم. معانا الحاج سامي هيوضح لنا الفرق في الإنتاجية وفي البرنامج وفي المركبات اللي اشتغل بيها. اتفضل يا حاج. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الباشمهندس ما اتكلم واتفضل، الطقم اللي قايم على خدمة الأرض بالكامل من ابتداء من المهندس لما اللي كان بيرش، كل دول موجودين معاكم على الفيديو والجميع شاهد، وازاي احنا بدأنا. واحنا السنة اللي فاتت دخل عندنا هنا وفد اسباني تحت اشراف الدعم الفني بتاع شركة دوترا، والكلام ده موثق عندكم في برضه فيديوهات. واحنا قلنا ان احنا بإذن الله هنكتمل مع بعض ونوصل لإنتاجية اعلى، لان انا كنت سمعت كلمة كده ايه زعلتني، ان في مزرعة من المزارع وصلت لإنتاجية عالية قوي وأنا كنت في الحضيض. فاتفقت أنا والدعم الفني بتاع شركة دوترا على رأسهم المهندس عبد القادر كيلاني. طبعًا إحنا مش بنقول حاجة يعني مستخبية ولا بنصيط، الزراعة حوالينا وإحنا في قلب الأرض والإنتاجية موجودة. أشرف عليا فعلًا في تنفيذ البرنامج، وبقينا متشددين جدًا في عملية التوقيت في الري والتسميد والرش. اثبت كفاءة المنتج اللي احنا شغالين بيه اللي هو يخص شركة دوترا، ثبت كفاءة عالية جدا، واحنا وصلنا الانتاجية اللهم لا حسد. احنا مش عايزين نقول الناس اللي ورايا ديت هي اللي شايلة الارض السنة اللي فاتت، وهي اللي حاسة بالفرق، وهي اللي قالت الفرق من غير ما حد يشعر. وما كانش فيه والله ليا ان احنا نقول حاجة زي كده، بس يعني ايه اكراما للمجهود اللي عمله المهندس عبد القادر في زياراته ليا هو والزملاء. لفر الحاج سامي، احنا بنقول والله احنا انتاجنا فوق ال 25 طن، الله اكبر، كل عوض رب الفلق. مش عايزين نسمي ارقام برضه عشان الحسد، بس احنا يعني احنا الحمد لله فوق ال 25 طن، نقدر نقول ان احنا زينا زي المزارع الكبيره بالافضل بفضل الله. لا يعني انا على الرقم اللي انا سمعته السنه اللي فاتت من الاخوه المستشارين بتوع دوترا، يقول احنا بنشرف على المزرعه الفلانيه وانتاجنا كذا طن. فده يعني والحمد لله قدرنا ننفذ الكلمه اللي احنا قلناها. كان فيها تحفيز، والحمد لله قدرنا نوصل للتارجت اللي احنا عايزينه. احنا كشركه دوترا كان لنا الشرف ان احنا نساهم في النجاح العظيم للمزرعه، حتى ولو كانت المساحه صغيره. احنا بس عايزين نوصل رساله، مساحتك صغيرة، مساحتك كبيرة، برنامج مظبوط، تنفيذ للبرنامج مظبوط، منتج محترم، نقدر نوصل بإنتاجية عالية جدا بفضل الله وفضل المركبات المحترمة. وعلى فكرة الرش مش بكتره، مش بعدد الكيلوات، احنا كنا شغالين بسنتيار. الرش أنا دايما بقول يا حاج مش مهم أنا هرش إيه، الأهم أنا هرش ليه وازاي وامتى. ده الاهم. نعم. الزراعه معاملات وليست اسمده. نعم. ومبيدات. نعم. شكرا يا حاج سامي على التسجيل الجميل. أنا دوت انا سعيد كل وربنا يجعلنا دايما عند حسن الظن كده عند كل الناس. السعاده بشركه